فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر ونتدبر ونتأمل في أسماء الله الحسنى واليوم نتحدث عن اسم عظيم من أسماء الله الحسنى هو العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم. ما معنى العظيم من الناحية اللغوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد كلمة عظيم تطلق في اللغة العربية على معانٍ ثلاث بإختصار المعنى الأول أن يكون يعني عظيم الرتبة وعظيم الشأن سواء وصف به إنسان أو وصف به غير الإنسان وورد هذا في القرآن الكريم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم المعنى الثاني لعظيم هو ضخم أو ضخامة وخاصة إذا كان ضخما الجثة فيقال الإنسان الضخم إنه رجل عظيم وأيضا المعنى الثالث والأخير هو العظيم بمعنى الكثير العدد فيقال مال عظيم او عنده مال عظيم بمعنى انه مال كثير جدا وواضح ان هذه الاطلاقات اللغويه طبعا لا يمكن ان تنسحب كلها على تسميه الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ولكن سنعرف ان هناك نوع معين او يعني معنى معينا بمستوى آه معين هو الذي يليق بتسميته سبحانه وتعالى العظيم. من هنا نقول ان المعنى الاول هو الذي يمكن ان نستقي منه آه اسم العظيم بالمعنى الذي يليق بذاته سبحانه الشأن وهو العظم وهو العلو آه علو الشأن سبحانه وتعالى. ولكن يعني نلفت النظر سريعا إلى أن الآيات التي وردت في القرآن بهذا الاسم منها مثلا يذكرون وهو العلي العظيم. آه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الواضح في <applause> هاتين الآيتين أن الوصف العظيم متجه إلى الله سبحانه وتعالى للذات العالية. وهو العلي العظيم. إنه لا يؤمن، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وكثير وحضرتك يمكن ذكرت قوله تعالى فسبح باسم ربك باسم العظيم باسم دي فيها خلاف يعني قالوا الوصف هنا الوصف للاسم وليس لله سبحانه وتعالى يعني فسبح باسم ربك العظيم فسبح بالاسم العظيم لربك بدأوا يقولون هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى فإذا كان الاسم هو المسمى فالعظيم ده ينصرف إلى المسمى وإن كان غيرا يبقى العظيم دي لم يوصف بها الرب وإنما وصف بها اسمه ما يعني دي قضية لغوية دقيقة ليست لغوية فلسفية بين المعتزلة من ناحية وبين الأشعار مشكلة يعني لكن خلينا إحنا في الآيات الواضحة جدا ورد في القرآن الكريم وهو العلي العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم خلاص وردت يعني في فنعود ونقول أن, إن العظيم إذا كان يطلق على معاني ثلاثة نأخذ المعنى الأول فقط وهو العلو والوش. في الشأن و... والرفعة في المنزلة فهو عظيم بمعنى عظيم الذات عظيم الصفات عظيم الأفعال الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه جسم لا يطلق عليه أنه عظيم بمعنى أنه جسم عظيم لأن الجسم هو المركب من اجزاء فطبعا اي جسم يعني خذ اي شيء اي حتى الذره مركبه فالكرسي الكذا كله مركب من اجزاء إذن الجسم يحتاج الى من يركبه من اجزاء يعني الكرسي دي لا تستطيع ان تقول ان رجل الكرسي وظهر الكرسي وأيدي وكذا هذه يعني جاءت لوحدها و والتامت و... انها محتاجه محتاجه الى من يجمعها ويركبها حتى يتكون منها ما نسميه الكرسي فاذا الجسم له اجزاء مجزه وهذه الاجزاء تحتاج الى من يركبها على نمط معين حتى يكون هذا سرير او هذا كرسي لم او لم يوجد من العدم نعم كرسي لم يوجد من العدم لا يمكن يوجد من العدم فيش ما هو ده, ده يعني آه الذين يلحدون يعني آه أنا أعجب منهم يعني ي ي ي ي ي يستغربون ويمنعون أن يقال له أن هذا الكرسي لم يوجد آه بذاته وشخصه آه لم يوجد ليس له نجار وليس له مصنع إنما فجأة وجدناه هكذا موجودا يمكن هذا لكن حينما تقول له أن هذا الكون له فعل او ما لهوش فعل يرضى يقبل مم. ما لهوش فعل بتاع أقول لك نعم في حاجه اسمها طبيعه وكذا شيء غريب جدا آه هذا يعني على الماشي كما يقولون لكن لا نقول على الله انه جسم لان الجسم مركب يحتاج الى مركب وهذا المركب لابد ان يسبقه في الوجود النجار سبق الكرسي في وجوده فمعنى كده ان وجود الكرسي ده وجود سبقه عدم فاذا يكون كنا... اعظم منه كمان طبعا وسيكون اعظم منه سيكون فاذا ال... ال... يعني لو قلنا ان الله سبحانه وتعالى الذي ثبتت له صفه القدره المطلقه والعلم المطلق وهو اول الموجودات وانه لا اول له ولا اول قبله اذا قلنا والله ده جسم نقع في تناقض كانما نقول ان هذا ثم انه سبحانه وتعالى واحد احد فرد صمد صمد معنى انه لا جوف له حين نقول انه جسم بهذا المعنى كانك تقول انه اله لا اله تجمع بين نقيضين لانه باعتباره اله ثبتت له الصفات لا يقبل التجزئه لا وجوده لا يسبقه عدم لا يحتاج الى غيره لا يحتاج غيره يحتاج اليه إنما لا يحتاج إلى غيره. لو أحنا بهذه الصفات افترضناه عظيمًا بمعنى جسم تجمع بين نقيضين، لأن العظيم بمعنى الجسم يهدم كل ما سبق من صفات التي تبرهن عليها في باب صفاته سبحانه وتعالى. طبعا احنا دائما بنختم قراءتنا للقرآن بعبارة صدق الله العظيم. لماذا اختص التصديق باسم الله العظيم دون غيره من الأسماء؟ نعم هو أولا يعني هذا ليس يعني من السنة ولا ولا ورد بالقرآن وإنما هو كما يبدو لي يعني عادة اعتادها العلماء أو اعتادها المسلمون ولكن هناك أيضا مناسبة بين كلمة عظيم وبين ما تلاه القارئ من ايات في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله وكل اياته يعني تدل على عظمة هذا القائل، او عظمة هذا الذي انزله، فايا كان الموضوع الذي تليت فيه هذه الايات فواضح ان ها هنا عظمة، ويعني هو حين يقول صدق الله العظيم يصدق هذا الكتاب الكريم لكن الوارد في القرآن هو أنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له نبدأ القرآن بالاستعاذة ب... بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني حتى لا يشغلنا ولا يضلنا ولا يلقي في أفكارنا ولا في قلوبنا ما يشغلنا عن معنى التلاوة إلى آخره ده واضح يعني وتقريبا و... و... بين لكن لم يرد فيه البسملة ولذلك كثيرون ممن يتوقفون عند هذه الآية يبدأون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ في القرآن <applause> كثير ما ربما حضرتك طبعا حتى مع بداية الصور <applause> حتى حتى مع بداية الصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا ولكن هم نسوا أمرا آخر وهو الحديث الشريف الوارد في هذه الامور وهو كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو اقطع يعني في روايه ابتر وفي روايه اقطع وطبعا يعني القراءه امر يعني ذو بال اكبر آه. من اي الأمر من اي امر اخر فهو بال يعني يحتاج الى بال يحتاج الى عقل متدبر طبعا مم. يعني فهو محتاج يعني هو يجمع بين ما ورد في القرآن الكريم من البدء بالاستعاذة وما ورد في الحديث من أنه أي أمر ذو بال يعني لا يبدأ فيه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم فهو ناقص وأقضع وأبتر هذا هو الذي جعل الناس وده أفضل وتقريبا إجماع المسلمين عليها كذا ثم أن نحن نعلم أن الـ يعني الـ ومن يعني ان الحديث الشريف له دور في التشريع ودي المعركه اللي بين الذين يؤمنون بالقران ويشككون في الاحاديث او يعني يقولون ان لا يؤخذ منها التشريع معركه كبيره طبعا هي مش معركه هي يعني جدل من النافين للسنه او من ال يعني الذين ينكرون السنه او حقيقه هم آه لا يؤمنون بها ولكن لا يستطيعون أن يواجهوا الناس بالحكم مباشرة بأن نحن لا نؤمن بها أو نؤمن بها على أنها يعني آه لا تصح في أو لا تستقل بحكم أو أو الأخر ويحتالون هنا كذا وكذا إحنا القرآن قال القرآن يا أخي القرآن من غير السنة تلتينه لا يفهم لا يفهم إحنا عندنا في أوامر بالصلاة في القرآن الكريم في أوامر بالزكاة في أوامر بالحج كل أسس الإسلام التي بني عليها لو اعتمدنا على القرآن فقط لا نعرف عنها شيئا لأن تفاصيلها وأحكامها ووجوبها وأوقاتها ومقاديرها في الزكاة وكذا دفين السنة فسرت كثيرا نعم؟ أوضحت لنا كثيرا من القرآن طبعا أوضحت ما هي دورها إما التوضيح وإما التأكيد وإما الإنشاء إنشاء أحكام شرعية يعني الجمع بين البنت وعمتها وخالتها إذا اعتمدت على القرآن بس أتزوج البنت وعمتها ليه المسلمين رفضوا رفضا باتا هذا النوع من الأحكام أو من, من الانحرافات معتمدين على السنة وعلى أنها مصدر ثاني من مصادر التشريع الاسلامي. ايماننا يا مولانا ومعرفتنا بان من اسماء الله الحسنى العظيم، كيف ينبغي ان يتجلى في افعالنا وفي حياتنا اليوميه؟ طبعا هم ان يعتقدوا ان كل عظيم معهم وبينهم حقير بالنسبه لهذا العظيم الذي ذكرنا اسمه من الاسماء. ايضا قالوا أن يحترم العظمة الإنسانية في حدودها الإنسانية إذا كانت تليق بصاحبها يعني أنا مثلا ما يصحش أطلق, أطلق اسم عظمة على ساحر ماهر مثلا مم. لأن القرآن يقول لك لي هذا ليس بعظيم وقس على ذلك كثير مما نسميه العظماء ونسميه النجوم ونسميه من الأقمار مم. كل هذا يعني انما قالوا الـ يعني الـ الانبياء اولا يستحقون اسم العظمه فيعظم الانبياء حتى ذكروا العلماء ذكروا اولياء الصالحين المحسنين م. يعني اللي هم يدرجوا في الخط الالهي ممكن ان يعني يكتسبوا لقب العظمه او اسم او صفه العظمه ومن هنا على المؤمنين ان ينظر إليهم في هذا الإطار ولكن الذين لا يدرجون في درب الإيمان بالله و... ويعني حرمات الله لا يستحقون اسم العظم ولا يصح أن يعظمهم الإنسان يعني المؤمن المتمسك بإيمان مش معنى أنه لا يعظمهم يعني أنه يهينهم لا طبعا حرام لأن حجيني أمور أخرى تمنعني ولكن لأن العظمة فيها نوع من التقديس نوع من التقديس بهذا المعنى فحينما تق... لا يصح أن تقدس من يخرج على حدود الله حتى لو كان بارعا في هذه الصنعة أو بارعا في في خروجه عن حدود الله سبحانه وتعالى فهذا هو أولا أن يعرف أن كل عظيم فهو حقير إلى جنب الله ثانيا أن يعترف بالعظمة اللائقة بالإنسان إذا كان من عند الله سبحانه وزكاة من عند الله وهي عظمة الأنبياء العلماء الأولياء أهل الخير إلى آخره فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا النقاش المثمر والنفحات الملهمة شكرا جزيلا وأحبائنا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة ونلتقي وإياكم مع الإمام الطيب في حلقة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته